السلام عليكم. إن كنت تحلم بالهجرة إلى أوروبا، فسأضع بين أيديكم أفضل وأسهل طريقة، وهي فيزا شنغن. سنتحدث في هذا الفيديو عن الوثائق المطلوبة للبالغين والقصر وتكلفة الفيزا. وإن كنت عاطل عن العمل، هل يحق لك الحصول على فيزا شنغن؟ فيزا شنغن هي وثيقة تسمح لك بالدخول إلى منطقة شنغن المتكونة من 26 دولة لفترة مؤقتة. يمكن للمسافر الذي يحمل الفيزا الإقامة داخل منطقة شنغن إلى مدة تصل لأكثر من 90 يوماً. أما المستندات المطلوبة هي ملء استمارة الطلب. سأضع لكم رابط الاستمارة في وصف الفيديو، قوموا بتحميلها وإرسالها مع بقية المستندات. كما يتعين عليك تقديم إثبات أنك قادر من الناحية المالية على تحمل تكاليف إقامتك في منطقة شنغن طوال فترة صلاحية التأشيرة، بالإضافة إلى تكاليف السفر والمغادرة من منطقة شنغن. يمكنك إثبات الاكتفاء المالي من خلال تقديم إحدى الوثائق التالية على الأقل: كشف حساب بنكي، كشوفات الرواتب لعدة أشهر، 3 أشهر على الأقل. أما إن كنت عاطلاً عن العمل وتريد الحصول على تأشيرة شنغن، فتحتاج إلى إثبات أن لديك ما يكفي من المال لدعم نفسك طوال مدة رحلتك. إثبات التأمين الطبي للسفر، وهي وثيقة يطلب من المسافر أن يحضرها لاستكمال إجراء استخراج التأشيرة. هذه الوثيقة بمثابة إثبات أن المسافر مؤمن على صحته. تتراوح وثيقة التأمين بين 35 يورو إلى 45 يورو. كذلك من بين المستندات المطلوبة للفيزا إثبات السكن. على سبيل المثال، حجز فندقي، عنوان الشخص الذي تلقيت منه الدعوة، شقة مستأجرة، سكن جامعي أو مدرسي. والمستندات المطلوبة للفيزا إذا كان المسافر قاصر: خطاب موافقة من الوالدين، نسخ من جوازات السفر لكل من الوالدين أو الوصي القانوني، نسخة من شهادة الميلاد. إذا كان القاصر متبني فيجب تقديم إثبات التبني. إذا كان الوالدين مطلقان عندئذ يجب تقديم إثبات الطلاق. إذا كان أحد الوالدين أو كليهما متوفيا يجب تقديم إثبات الوفاة. يمكنك تقديم طلبات الحصول على التأشيرة عن طريق قنصلية أو سفارة دولة شنغن التي ستقضي بها معظم الوقت أثناء إقامتك. والوضع الأمثل هو أن تقدم لطلبك في البلد الذي تقيم فيه بشكل قانوني. أما الموعد المناسب الذي تقدم فيه طلب الحصول على فيزا هو قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ اليوم الذي تنوي فيه السفر، وفي موعد لا يزيد عن 6 أشهر قبل تاريخ السفر، أي بين 15 يوماً وستة أشهر قبل تاريخ السفر. نأتي الآن إلى تكلفة الفيزا. فالشخص البالغ الأكثر من 18 سنة يدفع 80 يورو. أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة يدفعون 40 يورو. ويتم إعفاء فئات معينة، منهم الأطفال دون السن 6 من كافة رسوم التأشيرة. جميع هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد إذا تم رفض طلبك. أما مدة معالجة التأشيرات تتراوح بين 15 يوماً إلى 30 يوماً من تقديم الطلب. وفي حالات نادرة قد تستغرق القنصلية فترة أطول لمعالجة طلبك، قد تصل إلى 60 يوماً. سأتحدث في فيديو قادم إن شاء الله عن أكثر الدول رفضاً لطلب فيزا شنغن وأسهلها موافقة لكي توفر الوقت والمال عليك. شكراً لكم على المشاهدة، أقدر وقتكم الثمين وأرجو أن تكونوا استفدتم. اكتبوا لي في التعليقات أي دولة أوروبية تريدون الهجرة إليها، والله يوفق الجميع. رافقتكم السلامة، لا تنسوني بلايك واشتراك في القناة.